أهلا بكم إلى كل المهتمين، الصغير والكبير، المسؤول والمواطن، التاجر والمعلم، العطال البطال، كل من اهتم، وبالمناسبة كل من اهتم بمعنى الكل اهتم بحيثيات وتفاصيل ما قبل الأيام التي سبقت تشكيل الحكومة، ويعني القلوب تنبض، دقات القلوب تسمع في كل مكان، وانت بتتساءل هم الناس ليش مهتمين بالحكومة؟ يعني أي شخص في أي مكان عادي، وظيفته عادي وسالكة وماشية، ليش مهتم مثلاً بيجي بيقول لك يا أخي مين وزير البيئة؟ أو بيقول لك مثلاً والله وزير الصحة، يعني اهتمامات الناس هل جاي فقط لأنهم بيدوروا على أقربهم، أبناء عمومتهم، أبناء مناطقهم، ولا بيدوروا فعلاً على أنه هذا الوزير كفؤ؟ وعشان هيك أنا بسأل عنه وبستفسر وأنتظر على أحر من الجمر. تنفس الصعداء كل هؤلاء في اللحظات التي أعلن بها تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان أخيراً، نائب واحد للرئيس وتسع وزراء لأول مرة، وأربعة عشر من حكومة الخصاونة وثمان وزراء قدامى. هذا هو شكل حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. ارتفاع عدد أعضاء الفريق الحكومي إلى 32 بعد أن كان 27، وتسع وزراء جدد يحملون الحقيبة الوزارية لأول مرة في تاريخهم. انتقل إلى حكومة حسان 14 وزير من حكومة الدكتور بشير خصاونة الأخيرة، واستحدثت حكومة حسان أو استحدثت أنا آسف حكومة جعفر حسان حقيبة وزارية واحدة فقط، وهي وزير دولة للشؤون الخارجية. تشكيلة رئيس الوزراء الجديد ضمت ثمان وزراء قدامى حملوا حقائب وزارية في حكومات عدة سابقة، وضمت أيضا خمس سيدات، أربعة منهن من حكومة الخصاونة الأخيرة، والخامسة كانت وزيرة في حكومة سابقة. بعيدا عن الانتقاد، ما زال النقد، وإن شاء الله النقد البناء، يعني مبكر، لأنه التشكيل دائما مرتبط عنا أو على الأقل في برامجي، أنه نتمنى التوفيق لرئيس الوزراء الجديد ولحكومته. لكن موضوع الترشيق ما بعرفش قديش حسب حسابه، موضوع الإصلاح السياسي قديش حسب حسابه، قديش موضوع وزير دولة الشؤون الخارجية، قديش موضوع الوزراء القدامى. السؤال هو الوزير القديم لما خرج لماذا خرج؟ طب لما عاد مرة أخرى لماذا عاد؟ أسئلة بالمطلق ليس لها علاقة بهذه الحكومة الحالية. أما دوليا، الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام. 124 دولة صوتت على القرار مقابل اعتراض 14 دولة فقط، وامتناع 43 دولة عن التصويت، ما يظهر عزلة إسرائيل وداعميها وداعمتها الرئيسية أمريكا عن بقية مكونات المجتمع الدولي. القرار يرحب بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 من يوليو تموز الماضي، الذي يؤكد أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وإسرائيل ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لكل النشاطات الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. حياكم الله. قائد قوة المستشفى الميداني في خان يونس قال إنه وضمن التوجيهات الملكية السامية انطلقت في قطاع غزة مبادرة استعادة الأمل لتركيب الأطراف الصناعية لمبتوري الأطراف في القطاع جراء الحرب. المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية. قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وأسقطت الطائرة داخل الأراضي الأردنية. الإيرادات المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 وصلت إلى 5 مليار و328 مليون دينار، بارتفاع 57.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 91%. دائرة الجمارك أنهت الإجراءات المتعلقة بإعداد نظام التفاوض أو التفاويض الإلكتروني لغاية التسهيل على مالكي البضائع عند التخليص على بضائعهم أو تصديرها، ويستدم تطبيق النظام في مركز جمرك عمان الجديد بداية شهر تشرين أول أكتوبر. الدخل السياحي للمملكة انخفض خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 4.9 مليار دولار، من انخفاض نسبته 3.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يعود ذلك إلى تراجع إعداد السياح بنسبة 6.7%. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجهت الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام والتقيد بالزيادة التي طرأت
على أسعار علب السجائر، وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر. بعد الفاصل نعود، حياكم الله. إلى أبرز ما تداولته السوشيال ميديا هذا الأسبوع، الهجوم الذي استهدف أجهزة اتصال اللاسلكية في لبنان، وجلالة الملك يوجه بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني. كان الأردن أول دولة تعلن وقوفها إلى جانب لبنان، وكان موقف جلالة الملك واضح جلي أمام العالم، الموقف الأردني الذي قوبل صحيح بتقدير كبير في وسائل الإعلام اللبنانية هذا المساء، وتأكيد الأردن على وقوفه مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه مع ومع الشعب اللبناني الشقيق. إنجاز نوعي على مستوى المنطقة، الخدمات الطبية الملكية تحقق قفزة نوعية لعلاج السرطان، وتستحدث لأول مرة تقنية علاج بالخلايا التي تمنح الأمل لمرضى السرطان الذين استنفذوا وسائل العلاج. أخيراً نكات وطرائف الأردنيين اللي صحيح أصبحت جزء منا وجزء من حياتنا ويومياتنا. حديث السوشيال ميديا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قبل أن يدلي بأي تصريح وقبل تشكيل الوزارة، كانت التعليقات على الرئيس من نوع آخر، جورج كلوني، راغب علامة، الأردن. التعليق الأكثر تداولا كان شكله هذا فعلا القادم الأجمل اللي حكى عنه بشر الخصاونة، وطبعا هذه تحببا ومحبة للرئيس، بنتمنى له التوفيق. حياكم الله، أهلا بكم. الكارثة الصحية في المنطقة تقرع أجراس الخطر، كارثة غزة، أوضاع اليمن، وتفاقم الأزمة الصحية في السودان، والقائمة تطول. كيف نسي العالم هذا الجزء من الكرة الأرضية فتركه فريسة الجرائم والصراع ورماه في براثن الأمراض التي انتشرت كالنار في الهشيم؟ مؤتمر في عمان وضع النقاط على الحروف في أزمات المنطقة الصحية والوبائية، أسئلة بالجملة تحت رماد الاقتتال والموت المجاني. وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم إبراهيم عوض الله، ورئيس الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور مهند نسور في نيران صديقة. مساء الخير، أهلا مع الدكتور هيثم عوض الله وزير الصحة في السودان الشقيق، أهلا بك، شرفت. مرحبا بك، وأنا سعيد جدا حقيقة أن أكون في ضيافة المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الملتقى، وفي وجود الدكتور مهند النسور، وفي برنامج خاص مع سعادتك. شكرا سيدي البدري. شكرا دكتور، وأهلا دكتور الحبيب دكتور مهند سور. أهلا وسهلا، حياك الله، رئيس تنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية إنفنت. وحديثنا صحيح فيما دار في المؤتمر خلال اليومين الماضيات لارتباطه مش كحدث كمؤتمر، ولكن كحدث له ارتباطات وله يعني هو لامس قضايا احنا يا إما ناسينها متناسينها. وسؤالي دكتور هيثم، زي ما حكيناه بالبرومو، كيف نسي العالم السودان؟ يعني مش بس يعني غزة، قول يوميا احنا بنحكي وهذا شأن يجب ان نبقى نتحدث عنه، لكن العالم نسي هذا الجزء من العالم، من الكرة الأرضية، اليمن، السودان، ولا موجودين بالذاكرة؟ احكي لي ارجوك. والله شكرا لك كثير هاني، حقيقة الافتتاحية بهذا السؤال انا اعتبره ذاته ممتازة جدا، لانه سبب وجودنا حاليا في الأردن في هذا المؤتمر بوفد كبير من السودان هو كان نتاج لنقاش مع الدكتور مهند منذ شهر 5. نعم. لماذا أزمة السودان منسية؟ نعم. صحيح نحن قلوبنا ودعانا مع الإخوة في غزة، في أوكرانيا، مع الإنسانية حيثما وجدت. نعم. لكن في ذات التوقيت لما نجد أنه الأزمة في السودان ما لاقي نفس المساحة، في وضع أنه الأزمة في السودان قد تكون الأكبر من ناحية ناحية بسيطة، أعداد بسيطة المتأثرين في السودان من هذه الحرب 48 مليون، يعني بصورة مباشرة أو غير مباشرة. نعم. لما تقارن الأعداد في غزة أو أوكرانيا أو اليمن حتلقى العدد بسيط جدا. أنا بقول
المتأثرين من الأطفال فقط 9 مليون طفل في السودان, في السودان هم بيعادلوا سكان دولة كاملة من الدول المتأثرة. يعني دول متأثرين بأمراض مباشرة, بإصابات, بكوليرا, الأطفال. أول حاجة التأثر المباشر لكل الأطفال هو تأثر جرعات التطعيم الأساسية. تأثر كل الأطفال في السودان في فترة توقفت التطعيمات. أسا 50% من هؤلاء الأطفال موجودين في المناطق اللي هي بنعتبر الصراع فيها محتدم, يعني في دارفور, في كردفان, في كذا. المسألة برضه بتاعت التغذية بتاعت الأطفال ما بتحتمل حالة سوء التغذية حتتزايد. فبالتالي بيبقى السؤال لماذا نسي العالم السودان؟ احتمال اليوم في الجلسة الختامية كان نقاش حول لماذا نسي العالم السودان. هل بسبب المشاكل حول العالم كثيرة, أو بسبب إنه النظرة للحرب في السودان ذاتها هي كأنها حرب أهلية بسيطة زي الحروب الأهلية اللي كانت موجودة في السودان زمان. لكن لو سلط الضوء على الأزمة في السودان حقيقة كأكبر كارثة إنسانية, ودي كلمة كررها الدكتور تدرس مدير منظمة الصحة العالمية في زيارته للسودان الأسبوع الماضي, كأكبر كارثة إنسانية صحية موجودة حاليا. يعني من ناحية أعداد, من ناحية أرقام, 25 مليون مواطن بحوجة لمساعدات إنسانية. الأمراض المزمنة, أمراض الكلى, أمراض السرطان, عندي أكثر من 26 ألف مريض بحاجة إلى تدخلات مباشرة. الأمهات والأطفال أعدادهم بتتجاوز العشرة مليون بحاجة إلى تطعيمات متصلة, تدخلات متواصلة. الحرب كذلك, الاعتداء المباشر كان على الأنظمة الصحية, يعني تدمير مستشفيات, انتهاك حرمات. يعني حتى بالرغم من أنه السودان فيه حروب على مر الزمان, لكن الغريب في هذه الحرب الجديدة أنه الاعتداء المباشر على المواطنين, انتهاك الحرمات. الغريب دكتور, أنا آسف المقاطعة سيدي, لكن الغريب أكثر أنه لا ترد السودان اليوم على بال ولا خاطر حتى وسائل الإعلام العالمية, بمعنى أنه لو حدث 10% مما يحدث في السودان في أصغر دولة في أوروبا, في لوكسمبورغ مثلا, في مدينة في لوكسمبورغ, لكانت انقلبت الدنيا. بس أنت قاعد بتلف لي الفيلم المشهد أنه يعني هم يبدو أن العالم يرى بالسودانيين زي الأفارقة وزي العرب أنهم شعوب درجة 10 ودرجة 15 ودرجة. وواحد هو ده واحد من أسباب الإهمال. لو الناس من البرومو الجميل والرائع اللي انت ذكرته, الحروب والمشاكل موجودة في أكثر من دولة, لو العالم نظر للمشاكل الموجودة في هذه الدول نظرتين بس. النظرة الأولى النظرة الإنسانية. الإنسان حيثما كان هو الإنسان, الكرامة, الحقوق, الواجبات. العالم كله عمل منصة واحدة, الأمم المتحدة. الأمم المتحدة دي كل أي دولة عندها سيادة عندها عضوية فيها, معناته كل المواطنين في هذه الدول عندهم الحق في هذا العالم الواحد. العالم كله لو جينا للصحة تحت مظلة الأمم المتحدة, الصحة العالمية, ده من الباب الأول. لو جيت من الباب الثاني بتاع الأمراض الممكن تنتشر, الأمراض الممكن تنتشر في بلد فيها حروب لن تكون حكرا على تلك البلد, حتصيب كل العالم. تنتشر في كل مكان زي البانديميك اللي كان شفناه, تجربة الكورونا شاهد. المرض, الأمراض لا تعرف الحدود, الأمراض لا تعرف التفريق بين البشر, الأمراض لا تعرف كده. فبالتالي حتظل الحروب في هذه الدول ليست مهدد لأصحاب هذه الدول ولكن مهدد لكل العالم. خذ مثالا الشلل بعد أن صار العالم استئصال الشلل بصورة كاملة. حاليا الحالات بدأت تظهر مثلا في اليمن أو بدأت تظهر في بعض في فلسطين, في غزة, وتطلب التطعيمات. لو ما تطلب تدخل دولي والعالم تدخل حيتأثر كل العالم في المنطقة, كل دول العالم بنفس الصيغة. فبالتالي بالنظرة الإنسانية, بالنظرة إنه الصحة حق للجميع, بالنظرة إنه الحقوق للجميع, هذه النظرة العالم نقول متدثر بهذا الغطاء انكشف المفروض يكون قدر المسؤولية. يعني دكتور مهند نسور, وأنت معني بعملك يعني الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والحديث عن موضوع الصحة في الإقليم في المنطقة, فعلا انكشف العالم في بيتعلق بالأمراض. إحنا يعني نحكي كل يوم في موضوع غزة مثلا, بشكل يومي بنحكي في موضوع غزة, وصدقا يعني بنحكي غزة بجزء في الأردن يعني, لكن هي السودان على بال الأردن بصراحة يعني. وهذا مقدر للدكتور دكتور نسور, ومقدر دائما جلالة الملك دائما يعني السودان بذكرها في أكثر من مكان, لكن حتى في الأمم المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة.
سقطت رسالة الإنسانية اللي حكى عنها الدكتور والفيلم العالمي اللي لعبوا علينا فيه سنوات طويلة. يسعد مساك. وأعتقد حقيقة يعني يجب أن نكون واضحين، نعم سقطت، وهناك تعرض بعض الأمور اللي كنا إحنا نتمسك فيها، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق نعم. الطفل، حقوق المدنيين، حقوق، أين هذه الحقوق في بلداننا؟ نعم. لماذا عندما يطرح هكذا حقوق نجدها في العالم الآخر أو العالم الشمال أو في أوروبا كما نرى نعم. في أوكرانيا وغيرها من الدول، ولكن عندما يأتي الحديث على دولنا في إقليم شرق المتوسط في العالم العربي تسقط هذه الحقوق. يعني ما نراه نعم. اليوم في السودان، ما نراه في غزة، ما رأيناه سابقا في اليمن، ما رأيناه في بعض الأحيان في الدول الأخرى، تعيد النظر، تجعلنا نعيد النظر حقيقة بمدى التزام العالم والمجتمع الدولي تجاه دولنا من حيث حقوق الطفل والإنسان. طب علاقاتكم مع العالم، أنتم كشبكة دولية وشبكة نعم. إقليمية، يعني ما بسمعوا، بقصد أنه ما الذي يصل لهم حول موضوع انتشار عدد كبير من الأمراض في غزة، انتشار مثلا الكوليرا اليوم في في نعم. في السودان بشكل كبير وفي اليمن بشكل أكبر، يعني الذي يحرك يعني هذه المنظمات؟ بديش أحكي الضمير الله يرحمه، يعني بدي أحكي المنظمات. يعني هو حقيقة في عندنا بعدين، البعد الأول هو انتشار الأمراض المختلفة في إقليم شرق المتوسط. يعني إحنا ما لم نفتأ أن طلعنا من مشكلة الكورونا، لكن وقعنا في أمور جديدة منها السودان وغزة وبعض الأمور الأخرى اللي نراها في الإقليم. الإقليم ليس جاذبا إلى المجتمع الدولي بسبب عدم الأمان، الأمان والاستقرار والأمور الحروب فإحنا عندنا بعد يتعلق في الأمراض، وفي هنالك بعد آخر يتعلق في عدم الاستقرار نعم. والحروب المستمرة في هذا الإقليم، مما يجعل تدخل المجتمع الدولي صعب بعض الشيء. وهذا لا يبرر عدم تدخله، ولكن تقاعسه يعزى لبعض الأمور الغير آمنة وغير المستقرة في هذا الإقليم. لكن حقيقة إقليمنا يعاني يعني أكثر من أي إقليم آخر، وإحنا نعم. قاعدين بنطلع حتى قبل كورونا، وجود داعش في العراق وعملية أفغانستان اليمن مكان، فللأسف نطلع من 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 محل بنقع في محل أكبر. والظاهر إنه المجتمع الدولي ليس لديه الإرادة الحقيقية للمساعدة الدول والمساواة بين التكاتف والتعاضد والتضامن اللي بنحكي نعم. عنه في المحافل نعم. الدولية. طب دكتور هيثم، بصراحة لما زاركم رئيس المنظمة الـ WHO الصحة العالمية، بديش أحكي نيابة عنه ولا أحط كلام، ما حسوا بالخجل؟ ما حسوا بصراحة بالعار إنه منظمة الصحة العالمية اللي طول نهارها بتحكي أيام الكورونا يعني ضجينا، هم بيعطونا كل يوم تعاليم وتعليمات، شو كان إحساسه لما شاف المشهد؟ أولا نشكر الدكتور تدرس لتعاطفه مع نعم. السودان ووصوله للسودان في ظل هذا الوضع. ومنظمة الصحة العالمية باعتباره ممثلة الأمم المتحدة في الصحة القضايا الصحية طبعا، وكانت زيارته بغرض أساسي كان تم التواصل، وإنه هي ذات الأزمة المنسية بتاعت السودان نعم. ودور المجتمع الدولي تجاه السودان، وكانت واحدة من المخرجات الأساسية اللي بتعضد كلامك إنه هل أحس بالخجل أو كذي. هو أرسل رسالة للمجتمع الدولي بلسانه، يعني إنه هو رأى أكبر أزمة إنسانية، وما خصص من المجتمع الدولي للسودان يكاد يكون ضئيل جدا مقارنة بالأزمة الإنسانية اللي هو شافها من زيارته للمؤسسات الصحية وزيارته له معسكرات اللي فيها الإيواء بتاع النازحين. ذكر بالأرقام إنه المجتمع الدولي خصص 2.7 مليار دولار نعم. للعام السابق نظير الدعم الأزمة الصحية والإنسانية. قال إنه هذه المبالغ التي خصصت ما وصل منها، أول حاجة هذه المبالغ هي دون الحوجة المطلوبة، هي بعيدة كل البعد عن الحوجة المطلوبة طبعاً. ولا تكاد تشكل 50%. هذه الكمية البسيطة ذاتها ما وصل منها لا يتجاوز 40%، يعني ما وصل حقيقة من المجتمع الدولي رغم الالتزامات اللي بنسمعها في وسائل الإعلام لا يصل إلى 12 أو 13%. في بلد له أكثر من سنة ونص معاناة صحية، معاناة إنسانية، معاناة كده،
ده بيوريك حقيقة مصداقية المجتمع الدولي والتزامه تجاه السودان أو التزامه تجاه دول العالم الثالث. فده انكشاف واضح يعني طبعا. ما يقال ليس كما يفعل. نقطة تانية برضو اللي عكسناه ونحن من واقع زيارته أن السودان خلال هذه الأزمة ما وجدوا من الدول الأشقة أكبر كثير جدا من دول الإقليم أكبر بكثير جدا مما وجده من الوكالات الأمم المتحدة أو ما واجده من العالم الغربي أو غيره يعني. طب دكتور الحصيلة بالأرقام رغم أنه بحبش أربط الإنسان بالرقم لكن بالأرقام ماذا حدث حتى هذه اللحظة في السودان على مدى اليوم تحكوا عن تقريبا سنتين إلى شوي من الصراع بالأرقام بتحكي عن إصابات وفاة موت أمراض مستعصية وباء احكي لي أرجوك بالأرقام ما حصل من دمار أنا هركز على الصحة بصورة أساسية طبعا بالصحة أيوة أكثر من 100 مستشفى حصل على تخريب أو نهب نعم. أو بقت ثكنة لميليشيا الدعم السريع أكثر من ثلث المؤسسات الصحية خرجت عن الخدمة بسبب وجودها في مناطق الحرب نعم. يعني السودان فيه 6000 مؤسسة صحية ثلثها تقريبا حسب خارج نعم. الخدمة حصل نهب للإمداد الدوائي من المخازن الرئيسية يقدر ب 500 مليون دولار في أول أسابيع حصل تخريب لأكثر من 4 مخازن رئيسية في الولايات وأكثر من 200 جرار شاحنة بتاعت أدوية وأكثر من 100 إسعاف فضلا عن الأرواح اللي فقدناها مباشرة من الكوادر الصحية فقدنا أكثر من 55 كادر صحي وهو بيؤدي في عمله داخل المؤسسة الصحية معدلات الإصابات بصورة عامة الإصابات ما وصلت المؤسسات الصحية من إصابات أو وفيات طبعا أعداد الوفيات ما أنا أشك إنه في حد بيقدر يحصيها أعداد الذين قتلوا في رقم تقريبي ما يصعب يعني ما يذكر من 20,000 و25,000 نحكي عن عشرات الآلاف في دارفور فقط عندما كان الاجتياح الأول لميليشيا الدعم السريع لقبائل المساليت اللي هي في غرب السودان وده بيقال إنه هو عبارة عن اكتثاث لهذه القبائل الأرضية على الأرض القتلى تجاوز 15,000 في قبائل في مجموعات محددة بالنسبة للأرقام الإحصائية الأخرى هي ذكرت أنت الأوبئة هي طبعا واحدة من الإفرازات نعم. السالبة طبعاً. لهذه الحرب في أكثر أوبئة كثيرة ظهرت العام الماضي والعام الحالي رغم التحركات الكبيرة جدا من الصحة من الشركاء في احتواء أكبر ما فيها هو وباء الكوليرا اللي هو ظهر الكوليرا بدأ ينتشر بشكل بدأ ينتشر حاليا في 8 ولايات موجود الحالات في ازدياد يعني حتى تاريخ اليوم أكثر من 10,000 حالة 10,000 حالة كوليرا 10,000 حالة كوليرا و 350 حالة وفاة حتى تاريخ اليوم لحسن الحظ بدينا إجراءات بتاعت مكافحة وكالورة بتاعت مياه نعم. بدأ اليوم عمليات التطعيم ضد الكوليرا للمجموعات السكانية الأكثر نعم. تضررا وأسهلا دكتور مهند لما تعملوا مؤتمر أنتوا الآن في هذا الظرف الصعب تحديات صحية كبيرة جنبنا أولا في غزة وأنا هون استضفت أطباء من اللي زاروا أطباء أردنيين من اللي تطوعوا بزيارة غزة وحكوا عن نوعية جديدة من الأمراض المرتبطة أو قلة الماء المواضيع المرتبطة بأشياء عديدة صعب الواحد حتى خجان يحكيها ماذا يمكن أنه مؤتمر زي هذا يعمل اليوم أن يوجه رسالة أنه يتحاور مع آخرين فيما يتعلق بحجم ما يجري صحيا في غزة وفي المنطقة عموما بما فيها السودان واليمن وربما ليبيا في فترة من فترات وفي كل مكان يعني هو أحد أهداف هذه المؤتمر واحد أنه نتبادل الخبرات والمعرفة نحن بحاجة في إقليم ملتهب بحاجة إلى تبادل خبراتنا ومعارفنا نعم. يعني ما نراه اليوم أنه بدون العمل المشترك التضامني مش ممكن نعم. من دون ما نتضامن مع إخواننا في هذه الأمور في غزة ما يحدث أيضا سيء يعني سيء جدا حقيقة وحكينا فيه أكثر من مرة في هنالك أمراض تخص قلة المياه شح المياه ظهر الأمراض التي أصلا إحنا فقدناها منذ سنوات وعالجناها منذ سنوات مثل شلل الأطفال نعم. نحكي عن الكوليرا ظهرت في بلدان لم تكن يسجل فيها حالات مثل لبنان وسوريا
ونحن نخشى عودة الكوليرا بشكل موسع إلى الإقليم. هنالك أمراض هذا أثر ما يجري في داخل بعض الدول على الخارج. نعم سيدي، هنالك مثلا لبنان سوريا شهدنا عودة الكوليرا في بلدان لم تسجل الكوليرا منذ سنوات. نعم. احنا العام الماضي سجلنا الكوليرا في العالم أكثر من 32 دولة، بينما العام الذي قبله لم يكن يتجاوز 20 دولة. نعم. فهنالك عودة لهذه الأمراض. هنالك أمراض تظهر عادة تظهر بما يسمى الأمراض المستجدة والمنبعثة. نعم. مثلا شاهدنا في الأردن تسجيل حالات حمى الطنك، شاهدنا بدول بعض الخليج بما يعرف بحمى الدنجي فيفر. فهنالك عودة لأمراض احنا اوريدي سيطرنا عليها في الماضي، فالخريطة الوبائية تتغير. نعم. وهذا ناتج عن التغير وعدم الاستقرار السياسي والحروب وكذا. فكل ما زادت هذه الحروب وعدم الاستقرار احنا بننشأ بنشوف أمراض تظهر على الساحة مرة ثانية. وفي أمراض أيضا تعود إلى التغيرات المناخية. نعم. يعني احنا ربنا هيك بالينا أنه عندنا حروب ولكن عندنا متغيرات أخرى، منها التغيرات المناخية. والتغيرات المناخية شفنا الأمطار الغزيرة على الإمارات، شفنا بعض بالخليج عموما بالخليج، شفنا تسجلنا ارتفاع درجات حرارة في السعودية أثناء الحج. فهذه أيضا إحدى التحديات الجديدة اللي بدأنا نراها في الإقليم، ألا وهي التغيرات المناخية، وإضف عليها الوضع الغير مستقر مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في بلداننا بشكل عام. ما تعلمنا من الكورونا دكتور؟ يعني ما في دروس تعلمها العالم اللي كانوا نشوفهم بالأفلام بالنشرات الأخبار بالفيديوز بالوثائقيات، كيف أطباء بعيطوا على المستشفيات وزملائهم بيموتوا، الدنيا المشهد الشوارع الفارغة، الدروس ما وصلت يعني. وفي هنالك جهد لكن لا يرتقي إلى المطلوب. نعم. يعني هنالك جهود، هنالك مراجعات للوائح الصحية. نعم. الدولية على مستوى العالم. المشكلة أنه نحن ما زلنا مرتبطين بشكل رئيس في الدول المتطورة، وهذا إشي خلينا نعيد التفكير ماذا يجب أن نعمل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الكذا. يعني هنالك مبادرات إقليمية أصبحت تنشأ، مثل ما لاحظنا أنه الاتحاد الإفريقي قرر أنه هو يأخذ الولاية ويأخذ القيادة في عملية الاستجابة للأمراض، فأسس ما يسمى بمراكز مكافحة الأمراض الأمريكية على غرار ما يتم في أمريكا، لكن على المستوى الإفريقي. نحن يجب علينا أيضا أن لا نستكين أو لا نتبع بشكل دائم وفوري أن ننتظر المجتمع الدولي. نعم عليه التزامات، ولكن نعم لدينا من القدرة في الإقليم أن نبدأ من عندنا، لأنه إذا ظننا تحت رحمتهم احنا نخشى أنه هينا شايفين غزة، شايفين السودان، وشفنا اليمن، وشفنا العراق. فإحنا يجب علينا أن تظهر عندنا لدينا قوة، لدينا موارد بشرية، لدينا موارد مالية. يجب علينا ترتيب البيت الداخلي حتى نقدر نكون أكثر فاعلية في الاستجابة للتحديات الصحية اللي نشوف. دكتور هيثم، احنا بننتقد، هو مش نقد، احنا قاعدين بنحط صورة بوضوح لما يجري من غياب عالمي حول ما يجري في السودان وما يجري في المنطقة وغزة أيضا بدرجة الأولى. ماذا عن العرب؟ احنا بالأردن، انت بتعرف وجودك في الأردن بنا وهذا شرف إلنا طبعا، بجوز بيحكي السياسة الأردنية. السياسة الأردنية أنا كنت بحكيها حتى في خطابات جلالة الملك في مجلس الأمن الدولي في الجمعية العامة السنوية اللي مفروض الأسبوع القادم احنا مشاركتنا. السودان دائما مذكورة ودائما في اهتمام كما في دول عربية أخرى. ماذا عن العرب؟ ماذا عن دول إسلامية؟ منظمة العمل الإسلامي فيما يتعلق بوضعكم تحديدا؟ والله شكرا جزيلا، واسمح لي برضو الأجابة على السؤال بتاع دكتور مهند على المؤتمر من وجهة نظري. أرجوك. وماذا أفاد؟ أرجوك. أنا لأنه من المستفيدين هنا، وهو برضو في إطار نفس السؤال عن العرب ودورهم وكذا. لكن حقيقة إن إحنا في هذه الأزمة، يعني أنا أقول وجدنا إنفينيت حين فقدنا ما يسمى بالمنظمات الدولية. نعم. وجدنا العرب والأشقاء حينما انزوى عنا الآخرون حقيقة يعني. فالمؤتمر بالنسبة لنا ليس فقط مؤتمر بتاع 4 أيام. طبعا. نحن في شراكة مع إنفينيت وعملهم في إنفينيت من العمل الميداني الواضح بالنسبة. نعم. في جانب مهم جدا اللي هو جانب الوبائيات اللي هو ذكره.
أكثر من 7 أو 8 سنوات حتى الآن، عنده دور كبير جدا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المقدرات في احتواء الأوبئة حاليا، ليس فقط في السودان ولكن في كل دول الإقليم. نعم. يعني ده احتواء ما قاله دكتور مهند، من المغرب لحد أفغانستان عندهم متدربين، عندهم كوادر، عندهم علماء، عندهم خبراء. نعم. قدروا في هذه الشبكة، يجمعوا هذه الشبكة، يكون عندهم أدوار ملموسة وقوية جدا، وجدت احترام وتقدير كل هذه الدول. نعم. يعني ودلتمسناه من خلال هذه المشاركة، فله كل الاحترام والتقدير. بالنسبة لاستجابة الأشقاء العرب، حقيقة أنا أقول أشقاء العرب وأصدقاء السودان، يعني نعم. الحقيقيون، يعني لأنه الحرب كشفت كثير جدا أصدقاء من والله في كثير من من الزيارات. فأنا أذكر لك بالأمثلة، يعني في الفترة المرحلة الأولى كل التسليط الإعلامي على الحرب إنه حرب بين جنرالين وإنزوى العالم جانبا، وده عمل يعني كأنك عاقبت المواطن السوداني مرتين. أنت انزويت جانبا بصورة أو بأخرى وخليت الحرب بين هذين الجنرالين لو افترضنا، والمواطن السوداني حطب هذا الحرب هو المواطن السوداني. ايوه المواطن السوداني يعني عاقبته مرتين، ما انتبهت له عشان تديه احتياجاته الصحيه الانسانيه وخليته نهب لهذه الحرب. الاسابيع الاولى الشهر الاول كانت هنالك مساعدات انسانيه وصحيه عاجله جدا وسريعه جدا من الاشقاء، حتى من غير ترتيبات، يعني نعم. احيانا هنا يقول لك اكتب مشاريع، خلينا نعمل تقييم الحجم. نعم. لا هنا لا هنا المساعدات بصورة تلقائية سريعة جدا. نعم. أنا ممكن أعدد كل الدول. نعم. الممكن أقول لك، لكن خليني أقول أو من أوائل المساعدات اللي وجدناها من الأردن. نعم. وكانت عندنا حوجة ماسة جدا في جانب الأدوية بتاعت زارع الكلى، عندنا 4000 مريض زارع كلى، والأربع ألف مريض زارع كلى لو ما وجدوا علاجهم ببساطة حيموتوا، لأنه نعم. الكلية حترفض يعني. والشركات المعتمدة مراكز الرئيسية موجودة هنا في الأردن، فكان أول دعم نتلقاه هو من الأردن لهذه الشريحة من المرضى، وعلى ذلك فقسم بقية دول الإقليم. نحن عملنا بعد انتهاء العام الأول مجمل المساعدات الصحية والإنسانية اللي جات للصحة من كل دول العالم ومن وكالات الأمم المتحدة، وجدنا 65% هي من الأشقاء و 35% من بقية العالم كله. ده باختصار يعني بيعكس لك مدى التجاوب، مدى صدق التجاوب مع السودان يعني. نعم. فالمظلات الأممية الموجودة وموجودين احنا كلنا. طب على الأرض شو بتعملوا الآن انتوا دكتور؟ يعني ما هي الخطط؟ ما هي، لأنه بتعرف الحجم اللي انت حكيته، الرقم اللي بيخوف، صحيح مشهد مخيف مرعب، ببطل الواحد عارف من وين يبدأ. بالنسبة لكم هل في خطط على الأرض؟ انت بتحكي راح نبدأ نطعم بالنسبة للكوليرا، لكن المشهد أكبر، شو في عندكم على الأرض خلال الفترة القادمة؟ واحدة من الإيجابيات الكبيرة جدا إنه النظام الصحي موجود حاليا. كثير جدا من الناس بيفتكروا إن النظام انهار وما موجود نظام صحي، لكن حقيقة موجودين كقيادة وإدارة، وزارة الصحة ووزارات ولائية في الولايات 18 موجودة، كنظام بتاع إمداد دوائي ما زال موجود رغم الصعوبات، كتشغيل للمؤسسات الصحية. يعني هسه حاليا بالأرقام يعني أكثر من 400 مستشفى في السودان عاملة حتى الآن. نعم. بالرغم من أنه في قرابة 200 مستشفى متعطلة، المراكز الصحية معظمها عامل. نعم. قدرنا في الفترة الفاتت دي عن طريق حكومة السودان مثلا. نعم. في وزارة المالية وعن طريق الأشقاء أو عن طريق بعض البرامج الإقليمية السودان جزء. نعم. منها كمنصة الدعم العالمي أو منصة التحالف العالمي للتطعيمات. نعم. يعني هسه حاليا التطعيمات في السودان موجودة، تطعيمات الأطفال، بدأت حملات التطعيم للأطفال في كل السودان. كل الولايات الآمنة الموجودة تحت سيطرة القوات المسلحة واللي هي نزح لها عدد كبير من المواطنين بشكله 75%، التطعيمات تكاد تكون بنسبة 100%. مشكلتنا الكبيرة نحن في المناطق اللي فيها مليشيا الدعم السريع بتمنع وصول الإمداد، بتمنع الوصول، ودي فيها صعوبات كبيرة جدا في إيصال الخدمات الطبية. لكن أقول وضعنا خطة اسمها خطة الاستجابة السريعة، فيها 5 محاور أساسية اشتغلنا عليها. المحور الأساسي في هذه الخطة هو إنقاذ حياة الناس، الأولويات في الخدمات الصحية متمثل في الإمداد الدوائي الأدوية الأساسية، تشغيل المستشفيات والطوارئ، وصحة الأمهات والأطفال، ومكافحة الأوبئة
والأمراض المعدية. دكتور نسور، مرة أخرى موضوع دوركم أنتم بالإنفنت في موضوع دراسة أثار ما يجري في الحروب في المنطقة وفي المشاهد الحالية القائمة الآن على الأرض، يعني أثرها على الدول الأخرى، ما أثرها على الأردن مثلا اليوم، أنا قديش في تحديات قاعد بتواجه المنطقة كمخرجات لما يجري على الأرض في السودان في اليمن وطبعا أكيد في فلسطين. بس إذا سمحت لي أعقب كمان على تفضل فيه معالي الوزير، ميزت وزارة الصحة في السودان أنها ركزت وكانت واضحة من بداية أول يوم من الحرب أو من الصراع أنهم يخدمون جميع شرائح المجتمع الإنسان في السودان بغض النظر سواء تحت أي توجه سياسي أو ميليشياتي أو كذا، لكن كانت أثبتت وزارة الصحة نفسها أنها تعمل لجميع الكذا، وهذا أكسبها مصداقية حقيقة أنها تتحرك على الأرض بشكل واسع. إحنا موجودين، إحنا كشبكة شرق أوسطية للصحة المجتمعية موجودين في السودان على الأرض، موجودين الآن بهذا الدرجة. نعم موجود، إن مكتب ومسجلين ونعمل عن شراكة وعن كثب مع وزارة الصحة السودانية في السودان، وإحنا نعمل مش من اليوم، من 8 سنوات، لكن مع الأزمة اللي تعرضت لها السودان عززنا تواصلنا وعززنا عملية التشاركية والتضامنية والمشاريع. ماذا نعمل في السودان؟ نعمل على إعادة توزيع الكوادر الصحية، بناء الكوادر الصحية، تقديم الدعم الفني، لأنه في هنالك كان هجرة أدمغة من السودان وهجرة عقول وكفاءات بشكل، فإحنا بنعمل على إحلال هذه الكفاءات وبناء الكوادر الصحية بحيث أنه النظام الصحي يبقى مؤهلاً للعمل بشكل موجود. نعمل على مع بعض على مسألة المطاعيم، على تزويد المطاعيم. هل عملتوا في مناطق أخرى مثلا غزة إنفنت وصلتوا أو اليمن؟ نعم نحن موجودين اليوم، لنا مكتب في اليمن ونعمل في اليمن سواء في المنطقة الشمالية أو بالمنطقة الجنوبية، ونعمل على نفس المواضيع بما فيها احتواء الأوبئة. في من غزة نعم وصلنا ولدينا شراكة جيدة جدا مع بعض المؤسسات في غزة، وهنالك بدأنا في إرسال الكوادر وتوظيف الكوادر فيما يتم الاستجابة لها. فإحنا ميزتنا موجودين على الأرض ونعمل بالشراكة الوثيقة مع وزارات الصحة والجهات الأخرى العاملة، فهي ليست فقط مؤتمرات تأتي، لكن هي متأتى من العمل الميداني، اللي نقوم فيه بالشراكة مع الجهات ذات الصلة وذات العلاقة. دكتور هيثم، احنا احدى طالباتي من السودان، طالباتي في كلية الإعلام، يقول لي ارجوك اسأل معالي الوزير كم عدد المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل في العاصمة الخرطوم بالتحديد، لانه المعروف ان اغلب المستشفيات اللي داخل العاصمة خرجت من الخدمة. فعلا صحيح، والحاجة شكرا لها للمتابعة وشكرا لدورك الظهر الغير مباشر تجاه كل الإقليم، شرف لنا. ولاية الخرطوم هي طبعا الولاية الأولى اللي اندلعت منها الحرب يعني. واحدة من الإشكالات بتاعت النظام الصحي في السودان إنه تمركز الخدمات بصورة كبيرة، الخدمات المتخصصة زي خدمات جراحة القلب، خدمات الجهاز الهضمي، المناظير المتطورة كانت متمركزة في الخرطوم، ودي هي تسببت شلل كبير في البداية يعني. ولاية الخرطوم قبل الحرب كان فيها 72 مستشفى خاص و53 مستشفى عام وحوالي 240 مركز صحي طب أسرة. في البداية بداية الحرب تدريجيا بدأت تخرج عن الخدمة. في البداية خرجت المستشفيات المركزية، والمستشفيات المركزية بنقصدها المستشفيات في قلب الخرطوم اللي هي التخصصية، ودي كان فيها هي أكبر المستشفيات المفروض في العاصمة، ووجدت فيها مديش الدعم السريع من البداية باعتبارها قريبة جدا من القيادة العامة. وبقت منطقة بتاعت قنص ومنطقة بتاعت، فخرجت عن الخدمة من أول 4 أيام. كل المستشفيات الكبيرة المركزية خرجت عن الخدمة، تلا بعد ذلك بعض المستشفيات الموجودة في أطراف بحري في أطراف الخرطوم، تبقت المستشفيات الموجودة في كرري. حاليا حتى آخر تقرير شهر سبتمبر الماضي تزايد عدد المستشفيات الحكومية العامل، وصل 25 مستشفى حكومي في ولاية الخرطوم. هذه المستشفيات جزء منها موجودة في سيطرة القوات المسلحة،
اللي هو فيها مناطق عدد كبير من النازحين، هذه المستشفيات في هذه المناطق تعمل بكفاءة عالية جدا. نعم. باعتباره ما ذكره دكتور مهند، حتى نحن في المناطق اللي بتسيطر عليها الميليشيا بنعتبر المواطن اللي قاعد هناك مع المواطن حقنا، الميليشيا ما حتقدم له خدمة، نحن بأي طريقة أو بأخرى لابد نشغل المؤسسة الصحية. نعم. عندنا عدد من المستشفيات والمراكز الصحية عاملة حاليا في منطقة بحري ومنطقة الخرطوم، باعتبار حتى هذه المناطق فيها ميليشيا الدعم السريع. يعني قديش يصعب على المواطن اليوم في الخرطوم انه يوصل لمستشفى، او اذا عنده حالة طارئة في البيت انه يوصل لمركز طبي؟ في صعوبات كبيرة جدا، كأنه الخرطوم كأنها جزئين. اذا انت في المنطقة اللي فيها القوات المسلحة السودانية اللي هي منطقة كرري ومدرمان ما فيش كالية، مواصلات شغالة، العربات شغالة، في امان في قدر، المستشفيات شغالة كلها. في مناطق ميليشيا الدعم السريع ما خلوا عربية، شالوا كل العربات كل السيارات، والمرضى حتى مرضى الكلى بيعانوا جدا في الوصول بالرغم من وجود المراكز المتباعدة. الكوادر الصحية العاملة عندنا في المناطق بتعاني جدا، حتى الإمداد بيصلهم بصورة فيها قدر من الصعوبات. انت تعلم انه مثلا بحري هي غرب النيل، شرق النيل، بيستلموا الامداد من ام درمان غرب النيل عن طريق المراكب البحريه. نعم. وبكميات بسيطه جدا، وبعد احيانا يضطروا لدفع بعض المبالغ لقوات الميليشيا اللي بتعترض على اساس انه يسمحوا لهم ياخذوا العلاج. في معاناه شديده عبر المراكب النهريه، يعني عبر المراكب النهريه على النيل. ايوه، ففي صعوبات كبيره جدا. يعني في يعني في بعض الجرائم هي جرائم ضد الانسانيه، جرائم يعني لا تقرها حتى الحروب اللي كانت. نعم. موجوده جرائم ما كان السودان بيعرفها من زمان. السودان كان فيه حروب اهليه من قبل يعني. نعم. معروفه. نعم. لكن ما كنا بنعرف الاغتصاب، ما كنا بنعرف دخول بيوت المواطنين، ما كنا بنعرف انتهاك حرمات المواطنين، ما كنا بنعرف. فهي حرب فيها شيء من الغرابه، كانها. نعم. وجدت لازاحه ما يسمى بالسودان والسودانيين، لانه ما دخلت الميليشيا إلى منطقة ولا ولاية إلا وهرب الجميع. نعم. يهرب السكان والمواطن حتى المنظمات الدولية. طب سؤال أنا دكتور، يعني بعيدا عن الطب وبعيدا عن الصحة، يعني هذا المشهد هو بين سوداني وسوداني، مفروض هل كل هذا الحجم الهائل من الكراهية، من البغض، من ما أعرف شو أسميها، ما تسميها أنت حر، وهذا هو خرجت لمرة واحدة خبر. وهذا هو التفسير اللي هو احيانا بين سوداني والسوداني دي اللي ضيعت القضيه. يعني المشاهد للحرب في السودان، صحيح الدعم السريع كقوه قبل الحرب، وحتى من عهد النظام السابق، هو عباره عن ميليشيا مكن لها في غرب السودان وازالت عدد من استخدمتها حكومه السودان في العهد السابق كميليشيا مكونة من قبائل في السودان ومن خارج. نعم. السودان. نعم. من غرب أفريقيا، من جنوب ليبيا، من تشاد، من كده. وكانت عملت هذه الميليشيا وساعدت النظام السابق في وحتى اتهمت دوليا وعالميا بإبادات مزدلفة. للأسف بدلا أن تنهى هذه الميليشيا، الموازنات السياسية الغير راشدة. نعم. مكنت لها وأصبحت تكون بل قانونا هي جزء من الجيش، يعني قانونا. نعم. ولما فشلت قانونا بعد الأيام الأولى في الاستيلاء. نعم. ظهر الوجه القبيح، الوجه القبيح اللي هو إذا من زمن لما يكون في اعتداء بين قوات جيش وكذا، المعركة لا تتجاوز المناطق العسكرية، لا تتجاوز الجيش، لكن ظهر الوجه القبيح مجرد الأسبوع الأول، دخلت البيوت. وبعد ذلك ظهرت الصورة الأخرى اللي هي متمثلة في أكثر من 7 جنسيات. نعم. من قبائل أفريقية، تشاد، كل الدول، يعني. نعم. كل دول الجوار، غرب وشرق ولحد المحيط الأطلسي هم موجودين. النقطة الثانية إنهم جزء كبير جدا ما دخلوا هذه الحرب إلا بيسموا في السودان همبادة، يعني سرقة واعتداءات ونهب وكذا. نعم. وشالوا نهب. أنا أحكي لك قصة بسيطة جدا. أنا ذكرت في بداية الحلقة إنه أنا عندي 500 مليون دولار نهبت أدوية. نعم. من الإمدادات الطبية المركزية. بعد 3 أشهر هذه الأدوية باللوجو حقها بشعار
وجدت، انا لن اذكر الدوله، لكن في دوله من دول غرب افريقيا يعني وجدت هنالك هاي. فهو هذا عمباده، فهذا هو شكل الحرب. فلو لم، وهذه الحرب للاسف كان ممكن ان تنتهي قبل اكثر من عام، القوات المسلحه السودانيه ووقوف كل الجيش، كل الشعب السوداني داخل السودان خلف القوات المسلحه، كان ممكن ينهي هذه الحرب. لكن لدول بعينها اسهمت بصوره كبيره جدا في دعم هذه الميليشيا. نعم، والكلام ده ظهر كثير جدا، وده بيكشف برضو مصداقيه اذا كان العالم صادقا في حل مشكله السودان وايقاف الحرب. نحن ما دارين الحرب، وبنقول الحرب دي تقف الليله قبل بكره. لكن اذا كان العالم صادقا شرقه او غربه في ايقاف هذه الحرب، فمعروف كيف تقف هذه الحرب. انت بتسال اذا كان العالم صادقا، اذا كان صادقا وليس صادقا. دوليد لحام بيضلوا مثلا على امتداد 40 حلقه يقول اذا اردنا ان نعرف ماذا في ايطاليا يجب علينا ان نعرف ماذا في البرازيل. فاذا كان صادقا على الاغلب هذا المشاهد يثبت انه غير صادق. دكتور مهند، موضوع العالم، انتم اليوم في مشاركه عالميه واسعه في المؤتمر، ونحن هنا في الاردن ايضا لنا مشاركه مهمه. نعم، صحيح. احكي لي الرسائل اللي وصلت، احكي لي عن ماذا يمكن ان نفعل من اجل اشقائنا في السودان. طبعا كواحده من المحطات اللي بنضل نذكرها غزه وفلسطين عموما، الضفه، اليمن كله. نعم، يعني هو احدى الاهداف من المؤتمر هو التقارب بين ما يجري حقيقه في السودان والوفد المشارك من السودان برئاسه معالي، ايضا انه المجتمع الدولي والجهات التي تعنى بالصحه انها تحضر المؤتمر وتطلع على واقع الحال. فاستطعنا ان نكون يعني تضامنا او تقاربا بين الجهات التي قد يغيب لها الصوره الحقيقيه في السودان. فعند السماع لمعالي والوفد المشارك والاطلاع على ما يدور في واقع السودان، اصبح اعتقد في هنالك جهات ممثله واسعه من المجتمع الدولي ومن الجهات ومن البلدان المهتمه في السودان، اصبح هنالك تقارب، وهنالك الان هنالك خطط عمل موجوده بين بعض هذه الدول المهتمه في السودان والسودان. كان هدفنا احنا حقيقه انه نظهر ونبرز مشكله السودان وحرب السودان لدى المجتمع الدولي، ونري قصصا حقيقيه انه كيف لنا ان نساعد السودان. نعم، فهنالك تشاركيه ان شاء الله في قادم الايام، وهنالك عمل مشترك كيف لنا ان نساعد السودان بشكل افضل واكثر. ومثل ما تفضل معالي، نعم، هنالك نعم هي تشاركيه وتضامنيه، ولكن كمان ايضا هم العالم اصبح يعي اكثر بان هنالك ليس هنالك شيء بعيد عن العالم الغربي، هنالك انتقال للامراض، هنالك الكوليرا، احنا شفنا هلا. نعم، الجدر القروض تم معدوم، فهذا شيء يخوفهم، هنالك البوليو، هنالك الكوليرا. فعلا دكتور بخوف الكوليرا، يعني الكوليرا اصلا. نعم، تاريخيا اسم بخوف، لكن عودته بهذا الشكل قديش بخوف في المنطقة عموما، مش السودان ولا الدول الاقتتال. سيدي كنا منخاف يعني حقيقة هي أرقام وهي إنجازات صحية يجب أن نحافظ عليها لما ننتكسش يعني. حتى ظهور حالة واحدة مثلا بالأردن كوليرا هي نكسة للنظام الصحي، هي نكسة للنظام القائمين للنظام الصحي. نأمل الله أنه ظهر في دول عربية، ظهر سوريا، ظهر العراق، موجود اليمن، موجود سوريا، لبنان ظهر. فهذه العودة طبعا، السودان ظهر، الصومال ظهر، فهذه العودة إلى الوراء بعد ما كنا نتغنى بإنجازاتنا الصحية من شلل الأطفال، من الكوليرا، من الدنجي، من حمى الضنك، أنه نراها أن تعود إلى الساحة بهذا الشكل، معناته هنالك انتكاسة وهنالك عمل يجب علينا القيام به مشتركين. اليوم يوم احنا نشوف حالات رجعة مثل هيك كذا رجعة بتأثر على الاقتصاد حتى، يعني خلينا نحكي بصراحة طبعاً. عملية الكوليرا ترجع مشكلة ونكسة للاقتصاد كثير من الدول، هنالك أمراض قاعدين احنا بنشوفها في دول اعتقدت انها بعيدة عن هكذا أمراض مثل الدنجي، مثل حمى الضنك. نعم، ورأيناها في دول متطورة. فهذه الأمراض وعودتها أصبحت تهدد
ليست تعتمد على واقع اقتصادي أو اجتماعي. هناك أمراض جديدة دكتور زي ما كان ذكر في تقارير طبية بغزة إنه هناك أمراض بسبب تداخلات الحالة اللي يعني لها علاقة بأمراض النساء، لها علاقة بالبيئة، لها علاقة بتلوث المياه. إلى يعني إحنا اليوم حقيقة مؤلم جدا أن نرى السيدات وخواتنا في فلسطين يحلقن الشعر يعني خوفا من التقمل، خوفا من هنالك أمراض تخص شح المياه مثل اللي قاعدين بنشوفه التهاب الكبد الوبائي، هنالك أمراض تخص النظافة الشخصية، وهذا كله بسبب قلة المياه، شح المياه، بعدم وجود أماكن ونظافة شخصية. هنالك مشاكل جمة للسيدات والأطفال الرضع من سوء التغذية، سيداتنا بعانوا، في هنالك 50,000 سيدة حامل في غزة، عملية المراجعة المراكز الصحية والمستشفيات، كل هذه الصورة القاتمة حقيقة بتخلينا نفكر 100 مرة إنه كيف لنا أن نتعاضد وكيف لنا أن نساعد بعضنا البعض. كان بيحكي الدكتور قبل نطلع من الفاصل، كان بيحكي الدكتور هيثم عن النظام الصحي في السودان، هل وقع أو ما وقعش، والسؤال عن النظام الصحي العالمي، هل النظام الصحي العالمي بعرفش إذا هو متمثل في WHO ولا بمين، إنه هل فعلا النظام الصحي العالمي يسقط على في بعض جوانبه إذا أشاح بوجهه عن ما يجري في مناطق في صميم الوباء، في صميم الأمراض؟ نعم، هو حقيقة يعني الكوفيد والكورونا أعطتنا دروس، إنه إحنا كنا نحكي عن العدالة والمساواة، لكن عندما رأينا المطاعيم تأتي إلينا متأخرة، يعني إذا ما أخذنا القارة الإفريقية ما وصل لها من المطاعيم 1% فقط من استحقاقاتها. فأين نحن من ذاك الكلام، يعني العدالة والمساواة والشفافية؟ ما سميت إذا 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 إيش وصل للسودان دكتور من مطاعيم الكورونا؟ التطعيم لم يتجاوز 30%. 30% من الشعب السوداني طعيم فقط. هذه كارثة لحالها، مش عن كوارث بيئية ولا كوارث صحية. نتوقف فاصل قصير ثم نعود في الجزء الثاني والأخير من حلقة هذا اليوم من إيران صديقة في حديث مهم جدا. أنا شخصيا صحيح ما اعتقدت أني راح أحكي فيه، لأنه أيضا أنا يبدو كنت ناسي السودان زي كثير من الناس في العالم. بعد الفاصل أهلا بكم، حياكم الله، ونستكمل في هذا الحوار مع وزير الصحة في جمهورية السودان الدكتور هيثم عوض الله والدكتور مهند السور المدير التنفيذي لشبكة إنفنت الشبكة الشرق أوسطية. وأعود لسؤالي لوزير الصحة السوداني. صحيح كان في سؤال من مواطن سوداني أيضا في الأردن، ما هو الوضع الصحي في منطقة الفاشر لأننا تشهد اشتباكات في الوقت الحالي، شو وضع الناس الصحي؟ شكرا جزيلا لكل المتابعين، شكرا لك. ولو سمحت لي في كلمة قال دكتور مهند قبل الفاصل، نعم، اللي هو قال الكوفيد كشفت عورة العالم فيما يسمى بالمساواة والحقوق في الصحة وغيرها. أنا أعلق على أقول إنه يعني في كثير جدا من العمل تم على مستوى دول العالم في سبيل إنه يحقق فعلا المعاني دي، قيم المساواة في الصحة وقيم كذا وكذا، لكن لو تابعناها يعني نحن من نهاية السبعينات كان أول شعار للصحة منظمة الصحة العالمية صحة للجميع طبعا، يعني health for all، لكن نحن هل عجزنا أكثر من 40 سنة نحقق الصحة للجميع؟ إذا نحن صادقين كلنا كعالم طلعوا الجميع، مش الجميع الجميع هم جزء، بقينا بعد ذلك ندخل في مبادرات التغطية الصحية الشاملة، معارف الصحة للجميع وبالجميع، معارف أهداف التنمية المستدامة، كأنه هذه الشعارات وهذه الأشياء اللي بنشارك نحن كدول عالم ثالث في صياغتها كأنها مصممة لمجموعات محددة تحقق لهم هنا، وفي مجموعات تانية تظل هكذا عشان تخلق التوازن البيئي والحياة النساء. بالنسبة للفاشر حقيقة معاناة حقيقية، يعني الفاشر في تركيز عالي جدا من الميليشيا الدعم السريع على احتلال الفاشر. وليعلم المستمعين أن الفاشر هي منطقة استراتيجية جدا بتعتبر هي عاصمة إقليم دارفور ككل، مع أنه في عواصم غيرها، لذلك التركيز عليها. النقطة الثانية التركيز عليها بأنه
في اتجاه بوعي أو بغير وعي لفصل غرب السودان عن بقية السودان كما فصل جنوب السودان، وغرب السودان هو الفاشر وإقليم دارفور للأسف يعني. وفي عمل كبير بيتم في الاتجاه ده، عشان كده الفاشر بتعتبر استراتيجية لحكومة السودان واستراتيجية كذلك لأعداء السودان. الوضع الصحي في الفاشر، الفاشر هي أقرب في 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 حصار كامل في لأكثر من 3 شهور، لدرجة إنه نحن الإمداد الدوائي للفاشر بنعمله عن طريق الإسقاط الجوي. إسقاط جوي يعني الصعوبات في إيصاله بصورة مباشرة. أكثر من شهر ونص إمدادات من منظمة الصحة العالمية من وزارة الصحة متوقفة في الحدود، ما قادرة تدخل للفاشر. نموذج ثاني، ما زالت الخدمة في الفاشر بصعوبات كبيرة جدا. يعني الفاشر كولاية، ولاية شمال دارفور فيها أكثر من 6 مستشفيات شغالة حتى الآن. تحية وتقدير واحترام حقيقة للكوادر الصحية الموجودة وعاملة حاليا. في جلسة اليوم أنا ضربت مثال بدور الكوادر الصحية الموجودة في الفاشر للتفاني والعمل حتى اللحظة. كان هنالك قبل 3 شهور العمل من المستشفى الكبير العام الرئيسي العام مستشفى الفاشر، والمليشيا ضربت المستشفى وخرج عن الخدمة. كان في إمكانهم ككوادر يهربوا زي ما هرب الآخرون وكذا، لكن انتقلوا للمستشفى الثاني اسمه المستشفى الجنوبي بعد أسابيع. نعم. ضربتهم. انتقلوا للمستشفى الثالث اسمه المستشفى السعودي، انتقلوا للمستشفى الرابع. حاليا بيعملوا جزء من مستشفيات فرعية وجزء من مراكز صحية، ويضطروا يعملوا غرف العمليات تحت الأرض، بنوا تحت الأرض غرف عمليات. فحقيقة الوضع في الفاشر الصحي والإنساني متأزم جدا. وبنشوف المنادة بتاعت المجتمع الدولي كل مرة يعني نندد بالهجوم على الفاشر، نندد. طب الحمد لله. التنديد طب الحمد لله. كأنه التنديد كأنه تشجيع على إنه الناس، لكن نرجع إذا كان التنديد صادقا ضربت على يد المعتدي. أردنا أن نعرف ماذا في إطار. أيوة. قداش دكتور مهند اليوم وأنت معني بهذا الموضوع تحديدا، الكوادر الطبية، الطب، النظام الصحي وكوادر الطبية والتمريضية، قديش اليوم هم في على خطوط النار؟ قديش بيدفعوا ثمن للسياسة، للاقتتال، للجنون الممارس اليوم على الأرض في أكثر من دولة في العالم؟ يعني حقيقة بالبداية اسمح لي أني أوجه تحية لجميع العاملين في الخطوط المتقدمة من كوادرنا الصحية بكافة أنواعها. نعم. وكافة مواقع عملها. لكن ما نشهده حقيقة شيء جديد واضح في جميع بؤر النزاع، ألا وهو استهداف الكوادر الصحية. لم نعتد على هكذا استهداف مقصود ممنهج. نعم. في الحرب على العالم، بل في غزة على سبيل المثال سميت الحرب على الكوادر الصحية واستهداف. نعم. واليوم نرى بالسودان عمليات التهجير لكي تتم، يجب قصف المراكز الصحية والتعليم والخدمات الأساسية. نعم. كأنها أصبحت جزء من اللعبة السياسية، عملية استهداف. نعم. بالأخير المواطن يحتاج إلى تقديم الخدمات، يحتاج إلى العلاج، يحتاج إلى 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 النظام الصحي. فعملية القصف الممنهج إلى النظام الصحي هي في هدف التهجير من منطقة إلى أخرى. نعم. وشاهدنا ذلك، وشاهدنا شهداء نترحم عليهم جميعا سقطوا. نعم. حقيقة في المعارك في بؤر النزاع كما لم نشهد في 20 سنة الماضية أو 30 آخر 3 عقود. وكذلك يعني كأن أصبحنا نستهدف. نعم. هذا القطاع الصحي ليس فقط في البنية التحتية لكن حتى في الكوادر الصحية. عدد الشهداء من الأطباء في غزة. في غزة. عدد مهول من الشهداء، أطباء وممرضين وحتى مسعفين متطوعين. نعم جميع. وتم الاستهداف بطريقة ممنهجة، لم يعد يخفى على العالم. نعم. أنها تتم بطريقة ممنهجة. في البدايات كان الحديث عن أخطاء. نعم. سوء تفاهم، سوء أخبار، أما الآن أصبحت الأمور. نعم. واضحة لا تغطى، وأصبحت العملية ممنهجة جدا في عملية طرد الكوادر الصحية من أماكنهم وعملية تخويفهم وترعيبهم. نعم. إن لم يستشهد فأصبح هو عرضة للتهجير والاستهداف بشكل رئيسي. نعم. أنا دكتور هيثم بجوز لأنه الواحد بتذكر بعض القصص المضحكة بدي أستعير جملة لأحد المنافقين، يعني كان بيحاول ينافق لمديره مش عارف يحكي له مين هذا الشخص اللي بتحكي عنه، فقال له اعذر جهلي، فأنا بدي أقول لك اعذر جهلي
ليش صار بالسودان هيك؟ السودان واحنا بالمدرسة بنعرف ان السودان هي جنة العرب، جنة الأمة العربية، الخيرات، المياه، الأراضي الخصبة، حتى ان كثير من أشقائنا في الخليج استثمروا بحجم مهول من الاستثمارات الزراعية والمواشي والثروة الحيوانية. لماذا حدث ذلك في السودان؟ والله سؤال راح يكون فيه صعب جدا لكن تحليل شخصي أرجوك. نفس السؤال ممكن أنا أذكر بعض الدول في الإقليم، لماذا حصل مثلا في سوريا، في العراق، في اليمن، لماذا حصل ما يسمى بالربيع العربي؟ ده تحليل شخصي. نعم. أنا ما بعرف سياسة كثير، لكن كأنه يعني في حلقة عشان تكتمل لابد من وجود صراع في منطقة. نعم. ومنطقة يكون عندها تأثير. يعني أنت ذكرت السودان واحدة من الدول. نعم. مدخل لأفريقيا، دولة كبيرة في البداية قسمت. دولة غنية. غنية جدا. في البداية قسمت إلى شمال وجنوب. نعم. وفي اتجاه لتقسيمها لغرب وشرق دارفور وكذا. فهي عبارة ممكن تكون عبارة عن أطماع سياسية خارجية لعبت فيها بالأسف المواطنين ذاتهم وأبناء البلد دور في إنهم يلعبوا. نقطة تانية برضو إنه اليوم كنت بتكلم مع إخوة من الصومال. نعم. برضو إنفينيت دعات الصومال وعندهم شغل كبير جدا. كان نفس الحديث، ليه الاستهداف الصومال؟ لو لاحظت الصومال على سبيل المثال أكبر شريط على المحيط. على المحيط طبعا. بلد غنية، بلد كده، بلد. فهي المسألة ليعيش البعض في دعة ونعيم لابد أن يعيش الآخرون في غيره. في غيره. فهي دي للأسف يعني نحن كل ما نحسن الظن بالعالم من حولنا لكن حتجد الصورة غير كده. لما نتعاين برضو بصورة أو بأخرى، تجارة السلاح. نعم. الموازنات الاقتصادية حتى في الأعمال الإنسانية، أنا مش همشي للسلاح. نعم. الأعمال الإنسانية كان عندنا نقاش كبير جدا في مسألة التغذية. نعم. التغذية العلاجية، التغذية للأطفال، التغذية الإضافية وكذا، ومسألة المكافحة والأعمال الناموسيات. الناموسيات. نعم. البسيطة دي يعني أحيانا أنت تجد نفسك في برامج ومشروعات متبناها من الأمم المتحدة أو من. نعم. منظمات دولية تجبر وتلزم بأنك أنت تشتري من السوق العالمي. بالبرنامج ظهرت زي ما قال دكتور مهند في المسألة بتاعت الكوفيد، كان تطعيمات ولا كان الناس عملت انه الجهاز ده لازم. نعم. الدول زينا احنا زي ما بيقولوا السوداني دفعنا دم قلوبنا. نعم. عشان احنا ندخل اجهزة ولا نجيب تطعيمات ولا كذا. فالمسألة للأسف النظر لها بعمق وزي ما قلت لك تحليل. نعم. شخصي. نعم. نظرة فيها قدر من الأنانية، قدر من خلق التوازن في العالم للبعض على حساب الآخرين. نعم. دكتور مهند قبل ما اشكرك ايضا، ما هي خططكم بالإنفنت في مستقبل؟ يعني لا يشي بأنه الأيام الجاية يعني شيء حلو، خصوصا فيما يتعلق بالوضع الصحي. وبعد ما يعني تفضلتوا في الحديث عن أنه صحيح يجري حدث ما داخل حدود دولة لكن أثره يتجاوز كل. نعم. هذه الحدود ليخرج إلى دول أخرى. أشكرك سيدي، هذا يأخذنا إلى مرحلة التأهب والاستعداد حقيقة. يعني لم يعد يجب ترك الأمور أو نترك الأمور على عواهنها أو على النية الطيبة إنه مش راح يصير. لا، اللي قاعدين بنشوفه خلينا نستثمر وخلينا نركز أكثر على التأهب. نعم. وعلى مسألة الاستعداد. لم نكن مستعدين، أجت الإيبولا، أجت الكورونا، أجت الكوليرا، في إشي للبقر وإشي للطيور، إنفلونزا الطيور، وإحنا نقول يا ساتر وغيره وغيراته والقادم يعني لا يبشر بالخير. مثل ما تفضلت، فيجب أنه ننتقل إلى المنهجية العلمية، يجب علينا أن ننتقل إلى التأهب والاستعداد ثم الاستجابة. نعم. إحنا قاعدة استجابتنا بتكون عشوائية غير منظمة لأنه لا يوجد حلقة
الاستعداد وردة فعل وردت فعل وردود فعل يعني يعني بناخذ قاعدين كمان امثله كثير تعرضت الى الهجرات والنزوح وكذا لكن لم تراكم هذه الخبرات في الاستجابه والاستعداد. نعم. اعتقد انه التاهب والاستعداد اصبح هو المنهج الذي يجب ان يتبع حتى نعم. نستطيع الاستجابه المناسبه في الوقت المناسب. دكتور هيثم، هل هناك ملامح مجاعة في السودان فيما يتعلق بالمشاكل التغذية؟ في كالإجابة على هذا السؤال، السودان بلد غني طبعاً، طبعاً من ناحية زراعة ومن ناحية أمطار، من ناحية بحار، من ناحية مياه. نعم. الزراعة ذات أنواع في السودان، تلقى ناس الشمال مثلاً بيعتمدوا على الزراعة على النيل، ناس نعم. الغرب والجنوب بيعتمدوا على النيل، فيها أكبر مشاريع زراعية برأي انسيابي يعني ما محتاج أسهل مضخات وكذا. فلما شخص يقول السودان ممكن تحصل فيه مجاعة، السؤال ده ذاته سؤال غريب يعني جدا. فما ما ما ممكن تحصل مجاعة في السودان حتى لو توقفت كل الدعومات من الخارج، لكن هنالك سياسة تجويع في السودان. بمعنى أنا أذكر أمثلة، البليش اجتاحت مشروع الجزيرة منطقة هود مدني. نعم. هذه المنطقة كانت في نهاية المشروع، الحصاد بتاع حسب تقديرات ناس الزراعة، الحصاد بتاع العام الماضي يشكل براه تغطية لأكثر من 80% من حوجة العام، فبالتالي ما كانت في حوجة لنا. أسي الخريف هذا العام أكثر من عام تسبب حتى في تكسير البيوت وخرابات وكذا. لا تاني سياسة التجويع، مثال تاني التقرير الطلع بتاع إنه في مجاعة في السودان كان مستند لأحد معسكرات النازحين اللي هو معسكر من 2003 اسمه معسكر زمزم. نعم. الدراسة أثبتت فعلا إنه في حالات بتاعت وفيات وكذا بسبب نعم. الجوع، لكن بالتدقيق في الموضوع ده إنه هذا المعسكر أقرب لحصار من فترة طويلة يمارس عليه نعم. حصار ومنعت حتى مساعدات نعم. الغذاء العالمي عليه تجويع بالضرورة. فبقت المجاعة في السودان مجاعة مقصودة في مناطق محددة يصعب إيصال نعم. الغذاء إليها. دكتور، سؤالي الأخير قبل أن أشكرك أيضا في ختام هذا الحوار، تحدثنا عما فعلته الحرب في السودان في صحة المواطن السوداني، وكدت أنك ما تقدرش ترصد الأرقام، ولا حدا قادر يحكي عن الأرقام، تحكي عن عشرات الألوف وربما تتجاوز 100,000 في عموم مناطق السودان. ماذا فعلت الحرب في نفوس الناس في السودان؟ هل اليوم مكسور النفس؟ هل في أمراض نفسية؟ هل المواطن السوداني فعلا وهو مواطن طيب كل العرب بيشهدوا بطيبته وبساطته وخفة دمه؟ والله أنا كشخص متابع موجود في السودان ولفيت على معظم الولايات، يعني أنا مشيت أكثر من مرة، المشاعر والأحاسيس زي ما بيقولوا بالإنجليزي بارادوكسيك، مشاعر متباينة. بالتأكيد عدد كبير جدا من السودانيين والسودانيات داخل السودان وخارج السودان، مسألة الحزن الكبير، مسألة الاعتداء المباشر اللي حصلت، مسألة ما شافوه من نهب مباشر قدام عيونهم، يعني قصص، يعني تخيل أنت في بيتك وعندك العربية كبيرة موجودة، يقول لك أرفع العفش بتاعك في العربية. نعم نعم. أنت ترفع العفش في العربية عشان هم يسوقوا العربية يمشوا بها، يعني اعتداء قدامك. ففي كثير جدا من الـ من الـ من الـ من الدراسات الأولية أنا أقول وبعض الحالات البتريت إنه في أثر نفسي سلبي كبير جدا على الأسر بالذات اللي حصل لها اعتداءات وكذا. يعني بالمقابل في إحساس كبير جدا بالأمل لإصلاح السودان، إحساس كبير جدا بنظرة استشرافية للمستقبل بروح تانية كبيرة جدا. يعني حتى نحن في الصحة عندنا شعار رغم الحاصل لازم نواصل، ده شعار في الصحة بيدفع الناس لأنهم لمواصلة العمل لأنه قائم على الأمل، فكرة العمل والأمل العلاقة. الشيء الثاني برضو لما نحن نقول بالأرقام، عندي 10 مليون نازح في السودان اللي هم ده بيشكلوا أكثر من ربع السكان، أكثر من 25% من السكان. لو أنت مشيت السودان حسي حاليا ما هتجد المخيمات والمعسكرات الكبيرة اللي بتصمم الأمم المتحدة. العشرة مليون ديل 80% منهم
استضافتهم الأسر السودانية، الأسر الأخرى اللي في بيوتها، الأسر في بيوتها وحتى الموجودين في المدارس ولا كده، بتلقى إنه معظم الغذاء حقهم والخدمات حقهم بتأتي من القرى القريبة منهم. يعني التكافل المجتمعي على درجة عالية. نعم. حقيقة ده بيديك إحساس روح بالأمل، روح بالمستقبل، إنه ممكن البلد دي فيها خير كتير وممكن تتحول. فهي الأحاسيس حقيقة على قدر كبير جدا من التباين يعني. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا دكتور مهند. شكرا. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا وجهدكم في أنفنت. الله يخليك. محترم وطيب ولسه القادم يعني فيما يتعلق، لأنه صحيح المشهد مش إيجابي كثير. صحيح. فشغلكم واضح إنه جاي بشكل كبير. بدي أشكرك شكر جزيل. معالي الدكتور هيثم عوض الله، في تعليق من إيميليو كرم ما بعرف شو ماله. دكتور هيثم عوض الله وزير الصحة في السودان، بشكرك دكتور مهند سور مدير التنفيذي لأنفنت، بشكركم وربنا يعني زي ما بندعي دائما للأردن إنه ربنا يحمي بلدنا الحبيب. إحنا بالأردن يعني عنا حالة يعني مع بلدنا، هذا دعاء الناس. بتعرف الأردن الأردنيين عندهم تعبير غريب عجيب، إحنا الوحيدين في العالم نقول صباح الوطن الجميل، رغم انه احنا كنا بننتقد كل ما يجري في البلد، لكن نقول صباح الوطن الجميل لانه احنا شايفينه جميل. فدعائنا للسودان ايضا ان ربنا يحمي السودان ويعيد الامل لكل قلوب السودانيين الاحباء اللي هم اطيب العرب. صحيح. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا دكتور مهند. شكرا جمهورنا الحبيب. نوجه كما العاده رساله شكر والتقدير لشركائنا الداعمين لنا ولرسالتنا في نيران صديقه، الملكيه الاردنيه، جو بترول 100 جودن، الاسواق الحره الاردنيه، النافوره مول، وكل من يدعمنا ويشاركنا في هذه المحاولات لإيجاد حوار قائم على الرأي والرأي الآخر واحترام الرأي. شكرا لكم، بشوفكم الأربعاء القادم بإذن الله في حلقة جديدة من نيران صديقة. أنا هان بدر، أحييكم، إلى اللقاء.